والأمن المطلوب لكل فرد، لكل مواطن في العالم. فكل مواطن بالطبع يريد أن ينهل من ثقافة بلده، وأن ينهل من الثقافة العالمية، وأن يتمتع بخيرات بلده، وأن يعيش في طمأنينة مع أهله وذويه. هذا هو الأمن والسلام. والسلام بالطبع ينطلق من الفرد، ثم يتحول إلى المجموعة، إلى الشعب بأكمله، ثم يتحول بالطبع إلى علاقة الشعوب ببعضها البعض. تقريبا هذه خاصية في الحوار الوطني، وحتى زملائي شركائي في الرباعي تقريبا كلنا نتسم بهذه الخاصية، هي خاصية الهدوء وال يعني عدم التشنج والمثابرة. يعني ما كناش كنا مؤمنين بأننا سنصل إلى حل، وهذاك هي المثابرة، وكل ذلك في ظل هدوء كامل ودون تشنج ودون التشيع لأي طرف في مجلس الحوار الوطني. التحدي هو يعني فكرة الحوار الوطني الذي يجب أن ينجح، لأنه لا سبيل، معناش سبيل آخر، معنا حتى سبيل آخر، السبل الأخرى كانت لا تؤدي إلى أي طريق، وربما تؤدي إلى العنف ربما. والسبيل الوحيد من أجل تركيز مؤسسات دائمة هو الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وحرة ونزيهة. إذن السؤال كيف الوصول إلى ذلك؟ وكل ما رافق ذلك المسار لأشهر هو تفادي وتجنب كل الصعوبات التي تعيق الوصول إلى الهدف المنشود. أنا أتمنى تونس أولاً تحقق يعني قفزة نوعية فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية، لأنه الآن مطلوب منا نتجاوز يعني مضاعفات بين ظفرين الفترة الانتقالية، وأن نحقق أيضاً قفزة نوعية ثقافية، لأن هذه البلاد بحاجة إلى أن تفهم يعني هويتها، وأن تفهم روحها وكنها، من خلال النهل من الثقافة، ثقافة تونس وثقافة العرب والثقافة العالمية.